لو هنتكلم عن الرياضة في ظل تواجد بطولة مهمة ومحفل دولي زي الأولمبيكس في طوكيو، لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي المفترض اللي هياخد هذا القرار الخطير للغاية هو الاي يو سي او اللجنة الأولمبية الدولية. المفروض هي اللي هتقرر هل هنكمل، هل هنأجل، هل هنلغي. ما نقدرش ننقل لدولة تانية لأن مفيش دولة عندها الاستعدادات دي حاليا دلوقتي. بيشتغلوا بقالهم 4 سنين بالظبط كده. والدولة الجديدة اللي هي عليها الدور المفترض اللي هي 2024 هي باريس. فمش هقدر أقول لباريس خدي الدورة 2020 عندك. في نفس الوقت أنا مش هقدر أضيع كل الاستثمارات اللي تمت في طوكيو عشان حاجة زي كده. ولكن هو أعتقد إن لو وصلنا إلى مرحلة الطوارئ أعتقد إن هيتم تأجيلها إلى حين الانتهاء تماما من الفيروس. وما أعتقدش إن اللجنة الأولمبية الدولية ممكن تغامر بإنها تنقل الأولمبياد من اليابان لأي مكان تاني. طيب دايما إحنا عارفين إن في زي الحقنه اللي بناخدها علشان مضاده للبرد، حاجه بتتكلم ان دي بيحاولوا يعملوها بالزبط. علشان اخف ولا علشان ما يجيليش؟ لا عشان ما يجيلكيش، وقائيه. وقائيه الحاجه الوحيده اللي تخليك دي بتجيب نتيجه يا دكتور. اصل ناس كتير قوي بتاخد الحقنه دي وبتعجلها برد عادي. لا ما هو مش كله، خدي بالك ان في احنا عندنا لقاح ضد الانفلونزا، وبعدين الانفلونزا دي مئات الانواع وبيحصل لها عمليه ميوتيشن او طفرات سنويه. يعني اللي انا عرفته ان فيروس الكورونا دخل مع جزء من بعض الفيروسات اللي هي الانفلونزا وحصل تحوير له. ده السبب في انه نزل شرس جدا للغايه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. فالى حد ما لما نقول نص العمى ولا العمى كله فدي بتبقى افضل كتير قوي من ان انا يبقى من غير حاجه خالص. طيب كرياضيين ظروفهم بتكون افضل اكيد، يعني المناعه بتكون اقوى، دي اعتقد برضو حاجات بتصب في مصلحه اي رياضي هيكون موجود في البلاد دي، عرضه اقل المفروض. لا ما نقدرش نقول كده. هو طول ما هو في بلده بمناعته بقوه جسده مفيش مشكله، لكن انا مش هاخده اعرضه للمخاطر، واخد بالك، واحطه في مكان فيه الفيروس ده وهقول ان انت المناعه عندك قويه وان انت جسمك لا، لابد من ان انا اخد الوقايه التامه. والافضل والاصح ان لو حتى هذه اللحظه هيبقى في انتشار للمرض في اليابان، احنا هنقول مثلا للرياضيين على مستوى العالم كله احنا هنبتعد عن اليابان، واعتقد ان القرار الصائب انه هيتم تاجيل طوكيو 2020 الى وقت اخر، وعلى كده برضه هتفضل طوكيو. ده حدثي او ده يعني احساسي الداخلي. طيب لو احنا بنفترض ان طوكيو لسه قدامها كذا شهر، يعني لسه بنتكلم في شهر 6 هتنطلق البطوله، هل ممكن يتم خلاص يعني غلق ملف زي فيروس كورونا دوت في الشهور دي، ولا لما بيظهر وباء زي ده او مرض او فيروس زي ده بياخد وقت اطول من كده؟ لا خدي بالك، هو الفيروس ده بيبقى مرتبط بدرجات حراره. فاحنا دلوقتي في درجات حراره اللي هي نعتبرها جو برد. برد طبعا. فعشان كده احنا بنعتبر دلوقتي الحد الادنى من درجات الحراره، فاحتمال ان مع ظهور درجات حراره اعلى يبدا انحصار للفيروس. صح. فممكن على طوكيو الدنيا تكون تمام. بالظبط كده، احنا عندنا طوكيو في شهر 6 2020. فممكن الدنيا تكون بتختلف بالزبط. ولكن قرار زي اللي هو تم نقل مباريات دوري ابطال اسيا ده طبعا كلام صائب وسليم 100%. طبعا. لانك انت بتجمعي جماهير في المدرجات وكلهم قريبين من بعض. الحاجه الثانيه كويس برضو ان احنا بنتكلم في المواضيع دي، احنا عندنا عاده يعني سخيفه جدا حاليا في مصر دلوقتي، انت عارفه الراجل يقابل الراجل يبوسه، الست تقابل الست تبوسها. يعني في الحاجات اللي زي دي نتمنى ان يقل شويه عمليه التقبيله خصوصا للاطفال الصغيره. دي كنت والله اقول لحضرتك كده، موضوع يعني الناس تخش على الاولاد الصغيره كده يعني عارفه بتبقى العمليه زايده شويه، لكن احنا بنقول طبعا احنا عندنا العاطفه وعندنا القرب من بعضينا، ولكن في ظل الاوضاع اللي احنا فيها دي ان انت لاحظتي هتلاقي ان احنا عندنا دلوقتي الموسم اللي احنا فيه عدد كبير جدا عنده انفلونزا. دي حقيقه. يعني اغلب الناس عندها انفلونزا، الله اعلم احنا عندنا انفلونزا كورونا ولا لا، لكن الى حد ما ماشيين بالعلاج بقى يا دكتور وخلاص. نعمل بس ان احنا ايه يعني ان احنا نحاول ان احنا نحمي نفسينا على قد ما نقدر.